بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن فيديو سريع إن شاء الله حنتكلم فيه عن كرونيك دياريا. حكينا عن الأكيوت دياريا، شو مواصفاتها وشو الشغلات اللي بتكون فيها. الآن عن كرونيك دياريا، بس الآن هسه بدنا نحكي عن كرونيك دياريا without مال أبزوربشن، لأنه في عندك سيليك ديزيز والمشاكل الثانية بصير في كرونيك دياريا بس مع مال أبزوربشن. لكن إحنا قاعدين نحكي الآن عن انفكشوس بروسيس، ماشي؟ فبالتالي قاعدين نحكي عن infections، فبالتالي هون يعني chronic diarrhea without malabsorption. فبدك تفكر كل بكتيريا شو مواصفاتها، شو أمورها، لوازمها، وبتعرف وقتها تعطي antibiotics ولا لا، وشو الأعراض اللي غالبا بتجن فيها هاي البكتيريا. لا بس في شغلة قبل هيك، بالنسبة للأكيوت دياريا، بالأكيوت الفيديو اللي قبل في شغلة إنه لازم تأسس إنه هل المريض mild dehydrated ولا moderate dehydrated ولا severe dehydrated، طبعا حسب كله، حسب الساين والسيمتومز الموجودة عندك، وحسب برضو اللاب ريزلتس الموجودة عندك. يعني حكينا ممكن تصنفهم حسب الصوديوم، يعني اذا شفت الصوديوم كثير مرتفع هايبر ناتريميا فهذا فري يعني 100% سيفير ديهايدريشن، بينما اذا نورمال او قليل ما بعكس لي ما بعكس. بالنسبة ل بلاد يوريا كرياتينين لازم تشوف انه الكدني فيها مشاكل ولا لا، بدك تشوف البايكربونات مثلا حتى تعرف انه في عنده اسيدوسز ولا لا، لانه المريض اللي عنده دياريه بعد فتره راح يصير في عنده اسيدوسز، صح ولا لا؟ واحده من الكومبليكيشن للدياريه انه يصير في عنده اسيدوسز نتيجه السيفير لوس، خلينا نحكي السيفير لوس البايكربونات بالستول، ونتيجه شغلات ثانيه او نتيجه كدني شت داون مثلا، فالبوتاسيوم ضله بالجسم، والبوتاسيوم اذا ارتفع بيرتفع معاه كمان البروتون، والبروتون اسيد، فاذا كان عندك هايبر كاليميا برضه بصير في عندك اسيدوسس، والهايبر كاليميا خطيره جدا يعني قاتله، بتعمل كارديك ارست، بدك تشوف الالكترولايت بشكل عام. بالنسبه للبايكربونات اذا كان اقل من 17 بيكون برضه يعني خلينا نحكي سيفير، يعني تعدى المديريت ودخل بالسيفير، يعني فاهم الشغلات اللي ممكن تطلعها بالاكيوت دياريا. بالنسبه للكرونيك دياريا الان نيجي للجدول، حكينا بالفيروسز اذا كان في عندك فايرال انفكشن غالبا يكون ووتري دياريا، ممكن مع فومتنج، ممكن فيفر ما يكون، واذا كان في فيفر ممكن تكون يعني لو جريد فيفر، واضح؟ فهذا بالنسبه للفيروسز، خصوصا دائما حكينا اكثر شيء روتا فايروس، فلازم تسال بالهيستوري هل المريض ماخذ فاكسين ولا لا، فغالبا بيجي بووتري دياريا. ثيرابي سبورتيف، شو بدك تعطي يعني انتي فايرال؟ ما بزبط تعطي انتي فايرال، فسبورتيف ثيرابي واسس الديهايدريشن خلص. بالنسبة للإيكولاي انتوا عارفين في أكثر من نوع للإيكولاي، فإذا كان في عندك مثلا انتيرو باثوجينيك إيكولاي، هاي طبعا تصير بالحضانة وغير الحضانة والشغلات هاي. سبورتيف كير طبعا إذا كان في سيفير كيس ممكن تعطي نيومايسين مثلا. طبعا يعني خلينا نحكي الآن على الكلتشر تيست، بيجيك شو نوع البكتيريا، شو السنسيتيفيتي لإلها، تعطي أنت السنسيتيفيتي تاعتها وخلاص. بالنسبة للانتيرو توكسيجينيك هاي اللي بيسموها ترافيلرز دياريا، بدك تسأله هون انه هل سافرتوا رحتوا مكان كذا حتى تشوف انه في ترافيلرز دياريا ولا لا. هون اذا بدك تعالج هاي بتختلف، هاي ما بدها نيومايسين، هاي بدها كوتراموكسيزول يعني برايمثكرايم وسلفاميكسيزول، بس ايش ان سيفير ان سيفير كيسز برضه، اما بالمايلد كيسز برضه يمكن سبورتيف ثيرابي تكون كفايه. بالنسبة للانتيرو هيموريجيك تعمل لي هيموريجيك كولايتس و اتش يو اس، وهاي الخطيرة عندي الاتش يو اس، حكينا كيف تلاقيها، تكون ثرومبوسايتوبينيا وبلادي دياريا وعندك يوريميا لانه ديكريز اليورين اوتبوت، عندك مشاكل بالكدنيز، وبرضه يكون في عندك هيموليسيس اسمها هيموليتيك يوريميك سيندروم. هون طبعا حكينا لازم ما تعطي انتبيوتكس حتى ما تزيد الامور سوء، ماشي؟ وتزيد الامور سوء فبتعطي بس سبورتيف كير. سالمون اللي حكينا كان انه سامن اذا كان ماخذ ميلك اكس خصوصا اكس، او اذا المريض مربي عنده سلاحف ولا سنيكس، هذول بيكون في عندهم سالمونيلا كثير، بالتالي بدك تشوف السالمونيلا. اذا طلع السالمونيلا سبيشيز العاديه يعني مش تيفويد فيفر، سالمونيلا عاديه لا تعطي انتيبيوتكس، اكسبت اذا كان الطفل كثير صغير اقل من 3 اشهر، او توكسيك الطفل كثير تعبان، او ديسيمينيتد ديزيز من السالمونيلا، او عنده سالمونيلا تايفي، وقتها بتعالج انت. اما غير هيك لا، ما في داعي تعالج، لانك انت هيك بتزيد البرولونج بيريود، او عفوا انت بتعمل برولونجيشن
الكارير بيريود الموجود عندك. تتذكر السلمونيلا وين كان الكارير سيست؟ وين تظلها السلمونيلا؟ تتخبى بأي مكان بالجسم. اللي حكى جول بلادر ممتاز، الجول بلادر تتخبى. لأن شو قلنا؟ ممكن بيرسون تو بيرسون سبريد أو كونتامينيتد فود، تعطيها طبعا الكوتروميكسازول. بالنسبة للكامبيلوباكتر برضه من واحدة من الشغلات بتعمل لك بلادي دياريا زي الشيجيلا والسالمونيلا والإيكولاي هاي. بيرسون تو بيرسون سبريد وكونتامينيتد نفس الشيء، بتعطيها إريثرومايسين كثير كويس الإريثرومايسين. بالنسبة لليرسينيا، هون اليرسينيا انتركوليتيكا ممكن يكون في عندك هيستوري اوف سودو ابندسايس، يعني بيجيك البين باللور رايت ابدومينال كوادرنت، فسودو ابندسايتس بيجي غالبا عند اذا كان المربين عندهم بيتس، بس برضو الكامبيلوباكتر نفس الشيء اذا كان في بيتس نفس الشيء. اذا كان في بيتس كونتامينيتد فود ممكن تعمل لك راش وتعمل ارثرايتس بالنسبه لليرسين. هون برضو نو نيد فور انتيبيوتيك ثيرابي، ممكن اذا كان طفل كثير صغير او عنده خايف من نفسه عنده سبتسيميا ممكن تعطيه امين جلايكوسايد بلس ثير جنريشن سيفالوسبورين زي السيفتريكسون. بس بتخاف انت طبعا من الامين جلايكوسايد لمن لها من اعراض على الكدني وعلى الهيلينج. مظبوط. كلوستريديم ديفيسل حكينا في هيستوري اوف انتيبيوتيك يوز، تعطي مترونيدازول كثير كويس او فانكومايسين، بس ما في داعي للفانكومايسين، مترونيدازول كثير كويس وهو الفيرست تشويس. فانكومايسين كيف بينعطى للمريض الكلوستريديم ديفيسل؟ اي في ولا شو؟ لا، الفانكومايسين بتجيب الامبول بتفتحها وتخلي المريض يشربها شرب، لان الفانكومايسين نت ابزوربابل فبيروح على الانتستين مباشره وهناك بقضي على الكلوستريديم ديفيسل. بس على نونيد لكل هاي العملية خلاص، مترونيدازول خلاص. سفيلوكوكس اوريس هاي اللي دائما بيجيك تميزك بايش؟ انه فيري فاست فود بويزنينج، بس اكل شغلة بعد نص ساعة ساعة ساعتين بس بلشت عنده اعراض الفود بويزنينج، فهي اكيوت اونست اوف فود بويزنينج اقل من 12 ساعة. هاي بتكون انت عارف انه هاي ستاث اوريس. طبعا بيشبهوها بدبل باكيت، دبل باكيت يعني في فوميتنج بشكل كبير وفي دياريا بشكل كبير، فالمريض هذا لازم يعني تدير بالك عليه انه ما يصير عنده ديهايدريشن. نفس الشيء سبورتيف ورير لانك تعطي الاكيوت. الانتميبا هيستوليتيكا طبعا من الباراسايتس اللي موجوده عندك، تعمل لك اكيوت بلادي دياريا. مترونيدازول كثير كويس لها وللجياردية كثير كويس. مترونيدازول الجياردية حكينا بتيجي باعراض بتختلف، الجياردية بتيجي مال ابزوربشن وابدومينال ديستنشن، يعني خلينا نحكي لانها هي بتصيب السمول انتستين تمام، فما بتيجي بلادي دياريا. فانوركسيا نوزيا ابدومينال ديستنشن ووتري دياريا ويت لوس. طبعا شو ليش صار عندك جي ار دي؟ يكون في سيست انجستشن فروم انفكتد انديفيدوالز فيكو اور روت ابروت اور فروم كونتامينيتد فود اور ووتر فود اور ووتر. تعطيها مترونيدازول كثير كويس. كريبتوسبوريديوم يعني ما بتصيب اي انسان، بتصيب اللي عنده اميون ديفيشنسي، فهي مايلد ديارية ان اميون كومبرومايز انفنتس، سيفير ديارية ان ايدز بيشنت. واضح؟ فهي شو بيكون طبعا تريتمنت لها؟ انك تحاول ترفع المناعة عند الانسان، فبتحاول انك ترفع السي دي 4 كاونت للنورمال. هذا البيست تريتمنت، لانه اذا رفعته للنورمال المناعة راح تقضي عليها، لانه هي بس يعني خلينا نحكي اوبورتونستيك انفكشن، الامراض الانتهازية لانه المناعة قال لها. واضح؟ طبعا ما في داعي للانتيبيوتكس، يعني ما في داعي للانتيبيوتكس، بس انه ارفع حاول ارفع المناعة عند المريض هذا واموره ان شاء الله راح تكون كثير كويسة. برضه في هيستوري مثلا في برضه بكتيريا، اذا حكى لك انه مثلا مريض اكل رايس او فرايد رايس او رايس من امبارح، رز بايت يعني خلينا نحكي بالعربي، وبعدين صار في عنده ووتري دياريا، شو بدك تفكر؟ في بكتيريا اسمها باسيلس سيريز، بي سيريز، هاي بتيجي مع الري هيتد رايس. يعني هاي بالنسبه للكرونيك دياريا، يعني كرونيك انفكشوس دياريا او كرونيك جاستروانترايتس خلينا نحكي، لكن بدون مال ابزورشن، لانه الموضوع اللي بعده اللي هو راح يكون فيه مال ابزورشن هذا الموضوع لحاله بيختلف نهائيا. هيك بنكون كملنا الفيديو هذا. سامحونا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.